هكذا كانت الأجواء قبل انطلاق مباراة كأس سوبر. من خلال توافد أنصار كلا الناديين وسط تنظيم أمني يشهد له بالامتياز، أنصار المولودية الذين تواجدوا على الجهة اليسرى من المنصة الشرفية وعلى غير العادة لم يكونوا أفياء لتقاليدهم والمتمثلة في غزو مدرجات ملعب أينما تنقلوا، مثل مشجعي الاتحاد الذين جلسوا على يسار المنصة الشرفية. الساعة 4 زوالا، أي ساعة ونصف قبل انطلاق المباراة، تطأ أقدام عناصر مولودية الجزائر أرضية ملعب مصطفى تشاكر، لتليها مباشرة بعثة اتحاد العاصمة حيث تبادل تشكيلة الفريقين التحية مع جماهيرها. الساعة 5:25 ينطلق نشيد الفيفا ومعه تدخل راية الروح الرياضية، ثم صمت ووقوف لمن حضر لأن النشيد الوطني يعزف. وبالرغم من أهمية الرهان، إلا أن ذلك لم ينسي الجميع ألم ومعاناة سكان غزة الذين حظيوا بدقيقات صمت ترحما على شهداء القصف الإسرائيلي، ليعطي بعدها قاضي النزال الحكم بشار ضربة انطلاقة الجولة الأولى والتي عرفت ضغطا من لاعبي المولودية. وفي المرحلة الثانية انتفض لاعبو الاتحاد فوصلوا مرة تلو الأخرى إلى مرمى العائد إلى حراسة عرين العميد فوزي شوشي الذي وبالمناسبة أهدى له الوافد الجديد سيد علي عواج هدفا على طريقة الكبار، ومعها أطلقت جماهير شنا والعنان لإقامة الأفراح والليالي الملاح.